لحنا جوج ديال لي زيكستري، الاول هو مشاكل، الثاني هو ليام الزينه. غيتلاحوا جوج ديال لي زيكستري اخرين قبل ما يخرج الالبوم كامل، يعني غنلوح غير اربعه ديال لي زيكستري، جوج هما خرجوا، بقاو جوج اللي غيخرجوا منفردين دي سينجل، وغادي ديك الساعه غادي يتلاح الالبوم كامل زعما في لي بلاتفورم في يوتيوب داكشي كامل. نفس الحوايج داكشي اللي وقع في هاد لي ثلاث سنين الاخرى اللي بنادم ما عارفش هو اللي غندوي عليه في الالبوم، ولكن الموضوع اللي كيبان ليا زعما بريسيزي بزاف اللي من المواضيع اللي غادي نحاول نعالج واللي ديجا دار لهم زعما تراك ديالهم في الالبوم. واحد الموضوع اللي بان لي تحت ما هضر عليه كاع في المغرب، حيت جوبونس تقريبا تحت ما عاشوا ولا هذا، اللي واحد ليستواغ وقعت لي انا اللي داخل فيها الكورتاج، وغادي نعالج الموضوع ديال الكورتاج في واحد الديسك من الالبوم. هذا الالبوم هذا ماشي كنت حارس، بغيت ندوي مع واحد الناس اخرين، يعني دويت بالطريقه ديالي انا اللي كنهضر وغنرجع ليها زعما هذا الالبوم. فقط انا بغيت نوصل دوك لي ميساج لواحد الناس اخرين اللي كبارين اللي باش يفهمونا اكثر، حيت دابا وصلت تعطاتنا ديك لوبورتونيتي ديال ولا لارج بيبليك يسمع الراب. دونك ما كنتش حارس اكثر ما انني غنوصل الميساج ديالي كيف ما بغيت انا، وما غيكونش فيه خساره الهضره. الالبوم كامل ما فيهش خساره الهضره نهائيا، ولكن فيه مواضيع اللي جريئه بزاف، باش حيت لوبجيكتيف ديالي هو يوصل لك لي ميساج لواحد الناس كبار، ماشي كبار في البلاد زعما كبار هكذا فلاج دي جون اجي، يسمعوا باش يزيدوا يثيقوا في هذا الراب ويثيقوا في ان ولادهم راه ما تيسمعوش التخربيق. حيت علاش وقفوا عليا دي مامو مع بناتهم، وبناتهم يعني مازالين صغار عندهم 13 عام 14 عام قد اختي ايه، وجاو تصوروا معايا يعني صافي بليزير. يعني خاصني حتى لدوك لي فامين نوريهم ها علاش كيسمعوا، ها شنو باغي نوصل لهاد الدراري هادو ولادكم، اش باغي نوصل لهم. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.